تفضلي توليب خانم، كنت عم حضر الفطور ولهيك تأخرت. بالأول لازم خلص هالشغلة. انزلي خبري البنات يجوا لعندي هلأ. ماشي. صباح الخير توليب خانم. صباح النور. أنا حابة أحكي معك شوي. بعدين مو هلأ، في عندي قصة بدي إنهيها. الموضوع بخصوص جوري وجهاد. أحكي فورا. حكينا أنا وجهاد شوي، بيعرف إنه رح تقلعي جوري من هون. إيه مزبوط، رح أقلعه ولازم يتعود على هالحالة، هنن ما خلوا لي خيار تاني. جهاد عم يفكر يعرض عليها الزواج. أنا حاولت حاكي وأقنعه بس ما رد علي، قال إذا تزوج جوري ممكن تعيش معه فوق. جهاد؟ أختي بدي أقول لك شغلة. شكرا لك توليب، أنا كتير مبسوط منك لأنك ما قلعتيهم. إيه حياتي، كرمالك أنت، بس لازم نعمل اتفاق أنا وياك. إذا صار أي شيء أو رجعوا غلطوا معنا، ما بدي إياك تزعل وتصرخ، ولازم ترضى بأي شيء بعمله. رح تترك لي القرار لإلي. صدقني أنا واثقة فيك يا روحي. خاطرك كبير عندي لدرجة إنه غيرت رأيي كرمالك. بس أنت كمان لازم توثق فيني. واثق فيك تولي. معناتها فينا نقول اتفقنا؟ تمام. اتفقنا. يا حياتي انت يا جهاد. انت اخي وملاكي الحارس كمان. شوفي لشو الضحك؟ الروج تبعي طبع على خدك. لك ليش هيك عملتي؟ صحي ما بدي ضل على خدي. طيب خلص احشلك ياها. صحي انت مديون بشكر للأنسة الحلوة نور. انا ليش مديون للأنسة نور بشكر يعني؟ هي كان لها دور ولو صغير بتغيير رأيي. هي اللي شرحت لي قديش رح تزعل إذا قلعت جوري وأهلها، وترجتني فكر مرة تانية بقراري. عن جد أنت بتهمها لنور كتير. توليب خانم، عمر بيك قاعد بالصالون. تمام. ممكن تخبري أني ناطرته بغرفتي؟ ماشي. خالدة قولي لجوري تجي لعندي. طيب. لازم امشي. تمام. في شي على خدي؟ شو ما نسيت القصة؟ خلص راحت. لحظة، فينا نفكه لهاد الزر لأنه أنا اختنقت عنك. ورجيني. يا عيني يا عيني، شو هالأناقة هاي؟ شو هالحلو هاد؟ خجلتيني. كيف يعني إلي؟ عن جد هذا الجيتار إلي أنا؟ إيه طبعاً حبيبي إلك، لما كنت صبية كنت أعزف جيتار منيح. أنتي لهلأ صبية؟ حياتي، شكراً كلك ذوق. ما بتصدقي قديش مبسوطة بوجودك معنا. أنا بدي بلش أعزف فوراً. كل يوم رح نتمرن شوي. إيه وافقت. آسفة بس ما أكون عم قاطعكم. جوري لا تقولي هيك، أنا اللي طلبت شوفك أصلاً. فوتي. شبك كنتي عم تبكي؟ لا بنوب، أنا بجوز أخذت شوية برد ورشحت. جهاد؟ ناوي تعرف جوري على رفيقتك ولا لا؟ ايه اكيد. ماشي جوري تعي.
هي رفيقتي الجديدة نور، وهي جوري. فرصة سعيدة إني تعرفت عليكي جوري. سمعت عنك حكي حلو كتير من جهاد. جهاد حكى عليك عني؟ إيه كتير، ليل نهار هو بسيرتك، وأنا عرفتك من حكيه عنك. أنت كأنك ما فرحتي، قولي لي ليش مالك مبسوطة؟ لا والله بالعكس، مين قال مو مبسوطة؟ بس أنا بصراحة تفاجأت، أول مرة بشوفها. جهاد، خطواتك هالفترة كتير مهمة، طلعاتك برات الغرفة وصداقات جديدة، انت ناجح وانا فخورة فيك كتير. بصراحة حبيت ساوي لك اياها مفاجأة لتفرحي. دخيل قلبه اللي بيساوي مفاجآت. جهاد، اذا ما بتزعل مني يعني برجع بشوفك بكرة، لأنه أنا حاسة حالي مو عبعضي اليوم. تمام، إذا رح تجي بكرة ما بزعل. تمام، بالإذن منكم. ضلي زورينا جوري. ديري بالك على حالك. تمام. شفتي كيف فرحت؟ أنا كنت عارفان، كثير فرحت. ما قلت لك توثق فيني؟ يلا حياتي بلش تدريب على الجيتار. تمام، يلا تعي خلينا نبلش. شلون لازم نمسكه؟ يلا حط الجيتار على رجلك اليسار وارفع ظهرك. تمام. تمام، برافو عليك. أهلا وسهلا جاهدة، كيفك؟ مرحبا حبيبتي توليب، صوتك عاجبني اليوم على فكرة. أخيرا قلعتيهم وارتحتي منهم؟ ما قلعتهم لسه، بس بعض الأمور اللي خططتها عم تتطور.